السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولاية بس اليوم على وقع خبر أقل ما يقال عنها أنه صادم ومفجع، راحت ضحيته عائلة كاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء أن الحماية المدنية نقلت عائلة كاملة تتكون من 7 أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرض ببلدية قانتيس دائرة العقلة بولاية تبسة. كما قالت ذات المصادر أن رب العائلة وضع تحت الرعاية الطبية وتم تحويل إحدى بناته لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعملية جراحية في العظام، كما تم تحويل ابنته الأخرى إلى مستشفى علي صالح ووضع تحت الرعاية الطبية، كما نقل أحد أبنائه إلى مستشفى الأمراض العقلية. وتفاعل الجزائريون بقوة وبحزن شديد مع هذا الخبر الصادم وكيف وصل بالعائلة لهذه الحالة في الجزائر، وطلبوا بمحاسبة المسؤولين في أقرب وقت.